على الكيدني. نبدا بيه. احنا عندنا خلصنا خمسه اكشن القوات قوي. الاكشن اللي فاضله ديت هتاخد على السريع كده. اهم واحده فيهم رقم واحد الكيدني. بص معايا الصفر، عارفين الكلى يا جماعه؟ في حاجه اسمها رينال افرنت، صح؟ هذا الرينال افرنت يا شباب بيخضع لاثنين ميديتور. ماده بتعمل فازو دايلاتيشن اسمها بروستاجلاند، الناس تركز معايا. وماده بتعمل فازو كونستريكشن اسمها انجوتينزين 2، فاكرها؟ او نون ابنفرين. ريك معايا الصفر لسه من ورا. احنا دلوقتي طول ما الاثنين موجودين قصاد بعض في بالانس، وبالتالي هيبقى الديامتر بتاع الرينال افرنت ثابت، فالبلاد فلو للكلى ثابت، واصله؟ يوم بقى انا مدي اسبرين يحصل ايه يا جماعه؟ بيمنع مين فيهم؟ بيمنع البروستاجلاند، وبالتالي مين اللي هيشتغل لوحده؟ انجوتينزين 2 نون ابنفرين. بيعملوا فازو ايه؟ كمل بقى اسمع كده. لما يحصل فازو كونستريكشن في الرينال افرنت البلاد فلو للكلى يحصل ايه؟ فيقل رينال بلاد فلو، فيقل جي اف ار. الكلام ده جي اف ار قال في الفارما معناها رينال فيلر، فشل كلوي. بيسموه احنا عندنا مصطلح صم اسمه عندك انالجيزك نيفروباسي. كلمه انالجيزك نيفروباسي يعني لما تكون فشل الكلى وسبب مسكن اسمه اسبرين، فبيسموا المصطلح ده انالجيزك نيفروباسي. ايه تفسيرها بقى؟ يبقى انالجيزك نيفروباسي نيفرو باسي، باسي دي يعني دامج، يعني او رينال فيلر بيسموه. فايه سبب الانالجيزك نيفروباسي يا جماعه؟ الاسبرين بيمنع كوكس انزايم، وكوكس دي يعني واحد فيهم بالذات كوكس واحد لو فاكر، فبيمنع تكوين بروستاجلاند، فساعتها هتحصل مصيبه. ساعتها يحصل ايه؟ النون ابنفرين والانجوتينزين 2 هيشتغلوا لوحدهم، يعملوا فازو كونستريكشن، يقل الرينال بلاد فلو، يقل الجي اف ار، يحصل نفروبس اسمه انالجيزك نفروبس. اوعى تنساه، هذا اهم اكشن على الكلمه، واكشن وحش. الكلام ده بيحصل مجرد واحده؟ لا لا، عشان ما تضحكش على نفسك، بس بيحصل مع اخذان الدواء فتره. ولذلك لما تلاقي مريض عنده مشاكل في الكلى قول له ادعي الله يكرمك عن ايه؟ عن الاسبرين. ده كده اول اكشن محترم. تاني اكشن في الكلى يوريك اسيد. دكتور ايوه اليوريك اسيد اليوريك اسيد يا جماعه اكشن تبع الدوز. انت عارف الاسبرين ده من امبارح من الحصه اللي فاتت، والدوز بتفرق معانا، اللارج بتعمل والسمول بتعمل. وخلي بالك السمول دوز حاجه بتاع اسبوسيد اللي هي 75 ل 150 دي حاجه، والباقي الجرعات حاجه ثانيه. بقول لك اليوريك اسيد لو كان الاسبرين سمول دوز اقل من 2 جرام، اقل من 2 جرام في اليوم يعني بنتكلم اقل من 4 جرام. فتقول طب ما هو ده الجرعه الطبيعيه. في الجو ده او في اليوريك اسيد مشكله. طب لو لارج دوز، لارج دوز يعني كام؟ اكتر من 5 جرام. 5 جرام يعني بنتكلم اكتر من 10 جرام. طبعا الاسبرين كده واحد هو هيبهدل الدنيا. اقل من 2 جرام في اليوم اللي هو سمول دوز بيعمل يوريك اسيد ريتنشن، يمنع يوريك اسيد اكسبريشن. يبقى ايه رايك في الجود؟ يستخدم ولا ممنوع في الجود؟ ممنوع. طب خد الثاني، قال لك لو اكتر من 5 جرام في اليوم بيشتغل يوريكوزول. كلمه يوريكوزول يعني بيزود يوريك اسيد اكسكريشن، يبقى اذا يستخدم ولا ممنوع؟ يستخدم. فاكر لما قلنا مع بعض مورفين في الكوليك؟ فاكر ولا لا؟ قلنا مورفين في الكوليك يستخدم وممنوع. امتى يستخدم؟ لو معاه اسبازوليت انت ممنوع. الون نفس الكلام. اسبرين يستخدم في الجلد هتلاقيه ادفيوز وكونتر انديكيشن في الجلد. امتى؟ امتى يستخدم في الجلد؟ لو لارج. وطبعا اقول لك من دلوقتي يا ابني الله الجلد الله الجلد يعني عشان عالي الجلد ادي اكثر من 5 جرام يخش في قرحه في المعده اروح فيها. وذلك اسبرين دلوقتي بصراحه كلام اخر كلام ممنوع فيه. يقول لك لا يا ابني ممنوع. تقول له حسب قرعه لك ده كلام اكاديمي. الكلام التطبيقي لك ممنوع، انا ادي اسبرين بجرعه عاليه ليه؟ طبعا الميكانيزم هو احنا ما مش مطبقين خالص ومحدش فصله، بس واضح ان هو بيلعب على حاجه اسمها ايه؟ الفهم بعيد عن العين مش هيبص كده. انت عارف ان في حاجه اسمها اورجانيك اسيد. الاسبرين ده الاسبرين كومبيت مع يوريك اسيد ان اكسكريشن لو اتاكد بسمول دوز. وبالتالي ساعتها مش هيحصل ايه؟ اكسكريشن هيحصل يوريك اسيد ريتنشن. عارف الاثنين بيجي ساسيك اسيد يوريك اسيد الاثنين جايين على البي سي تي. في الميدل بارت بتاع البي سي تي في حاجه اسمها اورجانيك اسيد سكريتوري سيستم. المكان ده هيحصل عليه تنفس، فيحصل يوريك اسيد يرجع واسبرين ينزل، فيحصل يوريك اسيد ايه؟ ريتنشن. قال لك باللارج دوز ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك اللارج دوز ممكن ساعتها ده ياثر على البرميابيلتي او ياثر على الجلوميرولا نفسها والبي سي تي، فساعتها يحصل ايه؟ زي ما بيقولوا كده يحصل زي دامج حتى الميكانيزم حتى يقلب دامج للنفرون، فساعتها هيسرب يوريك اسيد. ولذلك احنا يا جماعه الكلام ده من اول ما نزل لحد دلوقتي نظري بس، لا يوجد له تطبيق. اسال الدكتور اسبرين لك اسبرين في الجو ماشي ما تاخدش منك وقت يعني.
هذا اكشن مهم جدا على الكدني. ولا تنسى المصطلح الصم اللي اسمه انرجيزك نيفروس، مصطلح مهم جدا. طيب ندخل على الاكشن على الليفر. بصراحه الليفر مظلوم معانا في الفضل هنا. ليه؟ انت بتتكلم في مصر على الليفر ديزيز واسبرين في مصر، تمام؟ لما نتكلم يا جماعه على الليفر ديزيز واسبرين، لا الكلام كبير. طب هقول لك كمان عندنا الاول، بقول لك بقى تاثير الاسبرين على الليفر بيزود حاجه اسمها البايل فوليوم. بيزود بايل فوليوم يعني بيزود كميه الووتر في البايل. ده اكشن فرض. طب واحد يقول لي عشان كده بنعرف الليفر ديزيز، هو ده ايه يعني ايه بايل ديزيز اللي مين بيبي؟ عايز تعرف الحق الكلام ده، انت ما لهوش علاقه. هو ليه ورده الكبد ما بياخدوش اسبرين يا جماعه؟ عايز اكشن فرض. ما فيش ميتابوليزم، ماشي. ما ده قاعده لكل ادويه الفرن. عايز حاجه كده حلوه. ايوه ليه؟ مرضى الكبد يعانوا من نقص كواجوليشن فاكتور. واصلا لا تنسى الحصه اللي فاتت ان الاسبرين ممكن يعمل دايكيومارول لايك اكشن، صح؟ بيمنع فيتامين كي فاكتور مش ناقص. اذا ابعد عن الشر، يقول لك اسبرين في الليفر يا ابني اوعى، ده الكلام بجد بقى. بليدنج تندنس شوفها دلوقتي بعد شويه. اما اللي مكتوب عندك ده ما ياكلش عيش، ايه يعني بيزود البايل فوليوم؟ انا مالي؟ بيزود كميه الوتر في البايل. واكشن الثاني هنشوف دلوقتي بيزود ادرينالين، هنشوف. يبقى ده اكشن على الكدني صم والليفر. خش بقى على الاندوكراين. تسمع عن هرمون اسمه اي سي تي اتش. اس اتش ده سوري ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. لو بيطلع منين ده يا جماعه؟ اس اتش ده بيطلع منين؟ بنتيوتر. بيشتغل فين؟ على الكورتكس. طلع هرمون اسمه كورتيزول، صح؟ على فكره تاثير الاسبرين على الاندوكراين بيشتغل بيزود اي سي تي اتش فعلا. اهو بص اي سي تي اتش على طول يا دكتور اشتغلنا باختصار يعني. لا وهو فعلا بيزود. اه والله مكتوب عنه. فهو اختصار هو بيزود اي سي تي اتش فعلا وبيزود الحروف بتاعته. بص يا سيدي، ما تاثير الاسبرين على اول حاجه على ايه؟ بيزود درج اسمه او هرمون اسمه ادرينالين. طبعا ده بيطلع من الادرينال ايه؟ ميدان. ولا حاجه بيزود الادرينالين من الادرينال ميدان. رقم 2 بيزود الكورتيزول. جت منين دي؟ بص عندي هو بيشتغل على الهايبوثالامس. بعدين يحفز الهايبوثالامس تحفز الانتيريور بيتيوتري. انت عارف الانتيريور بيتيوتري طلع هو اسمه اي سي اتش، صح؟ اي سي اتش يا جماعه بيشتغل على ايه؟ على الكورتكس. يطلع ايه؟ كورتيزول، فبيزود الكورتيزول. خلي بالك الادرينالين بيزود الريليز بتاعه. وكورتيزول بيزود الريليز. اما تي 3، تي 3 اللي هم مين؟ تستروجي فورم ما بين صاروخ. خلي بالك عشان انت مذاكر ممكن تلاقي الكلام ايه يلا وعمال تسمع وايه وتقع. هو لا يزود الريليز بتاع التستروجي فورم، بالعكس بيقلله. امال هو بيعمل ايه؟ هو بيزودهم الليفل بتاعهم في الدم ازاي يا جماعه؟ علم معايا ديسبليس ديسبليس التي 3 والتي 4 فورم بلازما بروتين. كلمه دي ما تنساهاش. يعني ايه دكتور؟ انتوا عارفين ان في جزء متسرب بيبقى باوند، صح؟ بيبقى ماسك في بلازما بروتين، وده الجزء المين. في جزء فري بس ولا شغال. فقال لك لما الاسبرين ده ديسبليس السيرود هرمون من البلازما بروتين يبقى فري، وبالتالي يحصل زياده. عايز تكمل اوكي، مش عايز تكمل انت حر. نكمل، عايز يكمل يعني. لما تيسترو تي فور يا جماعه الليفل بتاعهم يعني الفيدباك يعني اذا التصنيع يحصل يقل. انا بثبت لك ان التصنيع بيقل، لكن الليفل بيعلى عن طريق ديسبليس فروم بلازما ايه؟ بروتين. طبعا اتش اللي هو هرمون. بس يا جماعه ما تاثير الاسبرين على الاندوكراين؟ تقول له يا حبيبي بيزود اي سي تي اتش فعلا، وبيزود الحروف بتاعت اي سي تي اتش اللي هم مين بقى؟ اسمع ادرينالين فروم ادرينال ميدال. ردوا عليها يا جماعه. كورتيزون فروم كورتكس. بيزود التي 34 ازاي؟ ديسبليس فروم بلازما بروتين. وما تنساش مش بيزود طبعا. هو بيقلل تي سي اتش بقى. هو انت عايز تبقى شغال تي سي اتش ليه؟ ما هو دلوقتي لما تي سي اتش يعني في ده قال تي سي اتش فقال السنسز قال السنسز بتاع السيرود عادي. ما هو بالبيتيوت هو بيشتغل على الهايبوثالامس. الهايبوثالامس بيطلع هرمون اسمه السي ار اتش. السي ار اتش يزعل بيتيوتري يطلع اي سي تي اتش. تي اتش يزعل الكورتكس يطلع ايه؟ كورتيزون. ماشي اكشن. عايز اكشن على الاندوكراين يا جماعه. بعد كده هسال سؤال صغير اللي فيه ما رايك في الاسبرين على البيزل ميتابوليك ريت؟ هيزيد ولا ايه؟ العقل يقول ايه؟ هيزيد لي. ما هو دي هو وكورتيزول يبقى اذا بيكتب معلش اللي هو جنب الاندوكراين او الميتابوليزم بيزود بي ام ار بيزل ميتابوليك ريت.
على عكس المورفين يا شباب. لو تفتكر المورفين يا جماعه كان بيقلل بيزل ميتابوليك ريت، تفتكر؟ اما الاسبرين بيزود بيزل ميتابوليك ريت، معدل الميتابوليزم بيعلى. طيب قبل ما اخش على الميتابوليزم واخر ده اخر اكشن عشان ما ننساش، بس اليوترس تقول اي حته يوترس ده ان شاء الله في اخر الصفحه. ما تاثير الاسبرين على اليوترس يا شبابنا وصراع الصبوره؟ اولا انت فاكر حاجه اسمها بروستاجلاندين في اليوترس، فاكر؟ كله ده كوين، انا مش عارف كل ما اقول كلمه كوين بحس ان بيقول ايه؟ ريتيشن، مش عارف ليه. مش برانش لا يا شباب. ما حضرناهوش. ما حضرناهوش ايه ده؟ حدوا عليه يا جدعان. ماشي، هو على فكره كان كله، هو بص هو ركبته في ادوات كتير بس الميكانيزمات بتاعته ما كانتش كتير. طيب هفكر وكان بيه ورايا الكارت دي افكرك. اليوترس فاكر حاجه اسمها بروستاجلاندين اف؟ قلنا اف بتعمل كونتراكشن، فاليوترس كان البروستاجلاند بيعمل فيه كونتراكشن صح؟ حلو. دلوقتي انا بدي اسبرين بيعمل في البروستاجلاند ايه اللي هيحصل في اليوترس؟ ريلاكسيشن. بيسموها ايه في بتوع النساء والولاده بقى؟ معلش الاسم ده عشان دكتور في الكتاب برضه بيستعد عضو عليه، بيسموه التوكوليت. ناس يوترين بيحصل حاجه اسمها توكوليتيك. توكوليتيك يا ابني كلمه مصطلح معناها يوترين ريلاكسيشن. هتفرق معانا ان شاء الله بعد شويه، هتفهم منها شويه كلام كتير قوي. اه والله اليوترين ريلاكسيشن ده عيب بيحصل بسبب ايه؟ ديو تو انهبيت بروستاجلاندين سينس، لان بنمنع بروستاجلاندين سينس. وبالتالي يا شباب اليوترس ما يتنسيش، لان هنستفيد منه سواء في اليوزس والسايد افكت والكونترا انديكيشن. معلش اليوترس الاسبرين بيعمل يوترايد بلا كونتروليتيك بلا بتاع يوترايد ريلاكسيشن. بتحصل دي يا سيدي ليه؟ عشان بيمنع بروستاجلاندين خاصه اف 2 اللي هو الاف ده اللي بيعمل كونتراكشن. طيب اخر اكشن عندنا في الاسبرين عشان نبدا نستفيد بقى، عايزين ايه الاكشن ده؟ دايما قلت وانت بتذاكر اكشن افهم اكتر ما تحفظ. طب بذاكر يوز احفظ، يوز تحفظ ليه؟ انت بتسيل بترص يوز يا بيه. الاكشن دايما لما بتسيل بيبقى زي ايه؟ زي فيه مقارنه، سؤال اكسبلين، فاهم؟ مش ده حلو. تعالوا نخش على الميتابوليزم يا جماعه. اول حاجه في الميتابوليزم الكربوهيدرات. الاسبرين ده بصراحه محير جدا كدواء. الجرعه يعني اكبر دواء في الفارما، اثبت كلمه في الفارما اسمها دوز ديبندنت اكشن. انت عارف الكلمه دي زمان؟ خدنا احنا زمان الكلمه دي في الدوبامين، فاكر الدوبامين؟ دوبامين بالجرعه الصغيره بالمدر. هنا اسبرين شلل كل شويه اقول لك اكشن ايه؟ قول الجرعه الاول. طبعا الاسبرين على الـ على الكربوهيدرات لو ادينا يا جماعه سمول دوز بتعمل هايبو، لو لارج دوز بتعمل هايبر. انا بتكلم عن جلايسين، هايبو جلايسيميا نفسرها، هايبر جلايسيميا نفسرها. هايبر احنا مفسرينها من شويه. لارج دوز بتزود ادرينالين فروم ادرينال ميدل. ادرينالين بيعمل ايه؟ جلايكوجينوليس، فاكرها دي؟ عن طريق البيتا. وبالتالي اللارج دوز مكتوب عندك بيعمل جلايكوجينوليس عن طريق ادرينالين اللي هو طالع من الادرينال ميدل. ماشي. طب السمول دوز قال لك بتعمل هايبر جلايسيميا، اكتب انسولين لايك اكشن. ما اقولش ده بيطلع انسولين، ما تجيبش. هو بيشتغل انسولين لايك. يعني ايه انسولين لايك يا سيدي؟ بص يا عم انتوا عارفين اصلا ماذا يفعل الانسولين في الجلوكوز؟ الانسولين ده هنقابله ان شاء الله في الاندوكراين، هو كل مهمته ينقل الجلوكوز من البلازما الى انترا. والله جوه الخلايا بتاع المصل، جوه خلايا الليفر، جوه الفات، المهم جوه خلايا. فهو الاسبرين بالاسبرين بيشتغل كده، بيزود حاجه اسمها عندك تيشو ابتيك. تيشو ابتيك يعني ايه؟ الجلوكوز بدل ما موجود في البلازما يتجمع جوه التيشو سواء ليفر فات مثلا مصر كده. ماشي يا جماعه؟ ده كده اول اكشن على الكربوهيدرات ومش هنستفيد منه حاجه الا اللارج دوز. نخش على الفات اشطب احسن، اشطب الفات مش عايزين. احنا عايزين البروتين. الكربوهيدرات البروتين تاثيره ايه؟ بص يا سيدي اسبرين اللارج دوز ممكن يعمل يا شبابنا حاجه اسمها ماسل او بريك داون للبروتين، يكسر بروتين. انتوا لو شفتوا تحليل الكلى، مش عارف الناس شوف وظائف الكلى، وظائف الكلى فيه كرياتينين صح؟ في حاجه اسمها بيو ان، في حاجه اسمها يورين. سمعت عن بيو ان ده خالص ولا في البايو؟ بيو ان ده بيبقى موجود في تحليل دايما. في ناس اصلا بتخش طب وتخرج مش عارف ايه بيو ان ده. بيو ان ده اسمه بلاد يوريا نيتروجين. نسبه النيتروجين ليفل اللي بتبقى موجوده في الدم علينا، احنا مش عايزين الكلمه. المهم ماذا يفعل الاسبرين؟ النيتروجين ده يا جماعه لما الاسبرين يعمل ديستراكشن للبروتين بيزود النيتروجين اكسكريشن، فاليون بيعلى. ولذلك طبعا على فكره ده برضه من ضمن كلام الالرجيزك نيفروباثي. يا ابني
الواحد يكون بياخد اسبرين بجرعات عاليه بالذات ويعمل وظائف كلى اداها عاليه، قول له خلي بالك احنا عندنا كلمتين، يا اما انت دخلت فشل كلوي فعلا، يا اما انت البروتين بتاعك طبعا على فكره ده من ضمن مكانيزات الفشل. ايه البروتين لما يحصل له ديستراكشن؟ انت عارفين المصل زمان بيطلع كرياتين، الكرياتين ده على فكره بيعمل ايه؟ نيكروزس في التبيوم. اذا يا جماعه انا اقول لك اهو، احنا في ناس كتير جدا طلع عندها قدر الكاف دون اي مقدمات، والله تلاقي راجل مثلا عنده 60 سنه وبيعمل تحليل وظائف كلى اول مره تلاقي وظائف كلى عاليه. يقول لك يا دكتور انا عمري ما اتعالج من كلى. اسال بقى على التاريخ بتاعه، اسبرين ده مش مربي اجيال في مصر. وبالتالي اسال والله هتلاقي ممكن كان بياخد اسبرين. وبالتالي البي ان ده او النيتروجين ليفل ده بيعلى، ودي مش كام سبب بريك داون البروتين ده بتبوظ الكلى كمان، يعني دي ميكانيزم اخر للكلى لو عايز تقول لنفسك. طيب خد الميكانيزم الثاني على البروتين. انتوا عارفين جي جي ريشيو؟ اروح جي 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 مش اسم واحد، جي جي وسط الزنجر يمين جي 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 ليمين جابا جلوتامين فاكرها؟ لا هسال ورد. المورفين كان بيعمل ايه في الجابا؟ بيقلل. فالجابا جلوتامين ليفل كان بيبقى امبالانس ولذلك كان بيحصل ايبليبسي صح؟ الاسبرين بيزود جلوتامين يبقى برضه نفس الطين يعني. يبقى لما يزود جلوتامين تعالوا عليه، لما يزود جلوتامين يا جماعه يعمل كون بالجان وهذا مع لارج دوز. يزود جلوتامين يعمل كونفرجن مع اللارج دوز. ماشي يا شبابنا؟ طيب ده كده الاكشن ميتابوليزم عشان ما تتوهش. لا تنسى ان الاسبرين بيزود ميتابوليك ريت. على الكربوهيدرات حسب الجرعه اللي اسمه يبقى هايبو ولارج يبقى هايبر. على البروتين كاتابوليك، عارف كاتابوليك دي؟ كسر بروتين بيطلع نيتروجين وبيزود جلوتامين اكتر من الجاي يحصل كونفرجن. توكسيك دوز بقى اللي احنا قلناها زمان، فاكر عمليه اسمها اوكسيديتيف فوسفوليشن؟ بيعمل ايه؟ انكبلنج. فاكر انكبلنج؟ ركز بقى، لما يحصل انكبلنج هيحصل ايه؟ اول حاجه هيطلع هيت او مكتوب عندك انرجي بس مش نص عشان كده مكتوب غلط. هيزود هيت برودكشن، فاهم حاجه؟ دلوقتي بص افهم الكلام صح، الكلام ما تفهمش اصل ممكن الكلام يعني يعدي لك الناحيه الثانيه ازاي؟ هو دلوقتي انا لما اعمل اوكسيديشن وما اعملش فوسفوليشن بعمل ايه؟ بطلع لا نرجع دي بي، طلع انرجي او هيت ما تخزنش، ما تعملش دي بي. وذلك هو هيت مش لص، هيت لص يبقى انا كده ظلمت، هيت برودكشن. هي مكتوبه هيت ولا انرجي؟ انرجي، اكتب انرجي برودكشن او هيت برودكشن. هنا هنطلع طاقة. المهم امسكوا الكلمة عشان لما يا جماعه الطاقه تطلع على الجسم عليها يتحرك بيحصل يسموها جاب ايه؟ هايبر سيرميا او هايبر بايركس. عيب على كلمه هايبر زي صعبه. ايه جماعه؟ هي دي كلمه بس هايبر بايركسيا. وعلى نفسك يعني ايه يا دكتور الفرق بين هايبر بايركسيا وفيفر؟ للعلم الفيفر يعني حراره فوق 37.6 يعني تصل كام مثلا؟ 39 38 ونص لحد 39. من 39 وانت طالع يبقى هايبر بايركسيا يعني اسوء من الفيفر. يبقى اول مشكله في التوكسيك دوز انكبلن بتزود التمبريتشر تبع هايبر ريس. اثنين بتزود سي او 2، سي او 2 برودكشن بيزيد فيعمل حاجه اسمها هايبر فنتليشن. وذلك يا جماعه وطبعا اوعى تنسى ان مفيش اي تي بي، مفيش اي تي بي، وبالتالي دي مشكله التوكسيك دوز اللي هي انكبلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريشن. ان بي معلومه اخيره بيقول لك على فكره اسبرين اميونو سبريسنس، حد يجيب لي تفسيرها ويبقى جدع. مش الكورتيزول دوت بيزيد ويمنع انجين انتي بودي ريأكشن؟ فممكن طبعا الكلام ده ما يحصلش الا لما الجرعات يعني دواء اميونو دي مسكرتها. بص بقى معايا الاكشن، انت تفهم على ده فين؟ انا عايزك الله يكرمك تحفظ زي اسمك يوزس، معلش هنكتب مع بعض احنا سايد افكت وكونتر انديكيشن، يعني احنا هنكتبهم بطريقه كده ان شاء الله تحفظهم تاني. الاول يوزس يا جماعه، انت هتسمع، يلا مين هيسمع؟ لوكال اكشن او بيسموها لوكال يوزز اوف اسبرين، نفس الاكشن هو اليوز. مين هيقول؟ يلا يا جماعه، لا عايزين حد يقول عشان نسمع كلنا. يلا يا شباب، حد في الولاد؟ قول يا شباب. انا قلت حاجه يا عم سهل يا عم، لوكال اكشن. اقول لك اول حاجه اللي هو لوكال؟ ايوه ده بيستخدم في انتي، ممكن انتي فانجل. انتي فانجل وبيعمل كراتوليتك في وان سيتنج بالمره. ماشي، والكراتوليتك فين؟ في الورد. الورد جدع، وقال سكيلز كمان. طيب
هو يستخدم في مثال سيدنا هو بيعمل في البنت المصل والجوينت 100% بيستخدم في علاج البين المصل والجوينت، حتى بيسموا المصل والجوينت عندك يسموه مايالجيا. تمام؟ لا مايالجيا، مايالجيا يعني عشان برضه عارف بصراحه ماي يعني مصل، الجيا يعني الم، فمايالجيا بيسموها مصل بين. فهو بيستخدم لوكال في المصل بين، واسمها الاجابه اسمها ارثرالجيا. ارثرالجيا يا جماعه يعني ايه؟ بين في الجوينت، ارثر على الجوينت يبقى جوينت بين. يبقى اذا يا جماعه ده لوكال يوز، على فكره انت مش تحفظه، تحفظه اكتب اللوكال يوز هي هي اللوكال اكشن، ذاكرها مره واحده تكسبها مرتين. طيب احنا بقى عندنا يا سيدي السيستميك يوز. عايز تقول لي سيستميك يوز بتاع اسبرين، قول لي اسم مجموعته. اسبرين ده يا جماعه اسم مجموعته الرجيزك انتي بايريتك انتي ايه؟ انفلاماتوري. فاحنا عايزين نشوف بقى هو الرجيزك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري هيعمل ايه يا سيدي؟ ركز معايا. يبقى هو الرجيزك، الرجيزك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري. بص معايا، اول حاجه اسبرين الرجيزك، انا فاكر قلنا المورفين برضه كان الرجيزك صح؟ المورفين الرجيزك في اي نوع من البين؟ دي ميل دوت السيفير فيسرال، فاكر فيسرال؟ او دي في زي مثلا كانسر ام اي كلام ده. اما هي الرجيزك معلش سوماتيك، سوماتيك ايوه سوماتيك مالدري. طبعا سوماتيك بين بقى استلم عندي هيدي قلنا لسه قايلين مايالج. اكتب لي معلش واحده كمان ديسمينوريك. ايه ايه ديسمينوريا؟ طبعا ديسمينوريا دي سمعناها قبل كده اللي هو بين اثناء امنستريشن، ولازم تفهم معلومه الله يكرمك. الديسمينوريا البين بيحصل اثناء امنستريشن مش زي اي بين، هذا البين سببه لوكال بروستا جلاند الموجوده في اليوترس. بروستا جلاند بتعمل في اليوترس كونتراكشن فيحصل بين ديسمينوريا. انا لما ادي اسبرين بيشتهي ازاي؟ بيعمل يوترال ريلاكسيشن. وصلت؟ وخلي بالك عشان كده يبقى هو اللي على واحد قال لك ايه؟ ايه رايك في مورفين؟ في الديسمينوريا كمسكن يعني قلنا ملوش لازمه. الاسبرين الضعيف ده هو اللي بيشتغل الميكانيزم. ليه؟ موضوع الالم مش موضوع بين عادي، ده موضوع كونتراكشن بيحصل في اليوترس. فاحسن دواء يعالج البين ده ريلاكس اليوترس اللي هو مجموعه اسبرين عيلته. جدع. ولذلك مش اسبرين بالاسم بقى عيلته. ما انا هبقى في دايليما على فكره على نفسها الحصه الجايه. في ناس هتفكر تقول ايه؟ دكتور ما هو اثناء الاستشفاء ممكن يحصل بليدنج زياده صح؟ طب ايه رايك في الباراستامول؟ احنا عندنا هنعرف نعرف عنه معلومه واحده بس على دلوقتي. الباراستامول ده بيشتغل فين؟ هيعمل حاجه؟ لا وبالتالي الباراستامول ده هيبقى امن بس ما ينفعش. وبالتالي يقول لك ايه؟ خلاص بلاش اسبرين بالاسم، في مجموعاته ادويه اقل سايد افكت زي البروفين زي الكيتوفان، الكلام ده بيبقى اقل سايد افكت. فهو اللي بينفع. ماشي معايا؟ يبقى انرجيتك سوماتيك بين زي هيديك مايالجيا وديسمينوريا اوعى تنساها. تاني حاجه انتي بايوتيك يبقى فيفا. خلي بالك انا جاي لي واحد عنده حبة حراره عاليه، المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه ادور على السبب صح؟ السبب ايه؟ فيروس. ادي انتي فيرال عشان يعالج السبب. انتي بكتيري، ادي انتي بكتيري. لحد ما ادور على السبب هسيبه حرارته عاليه؟ لا. وبالتالي يقول لك انت عالج الفيفر مقدما قبل ما لحد ما تعرف السبب ايه بالظبط. ولذلك بيسموها بين قوسين نان نان اللي هو بيسموها في الطب ان دايجنوزد. الفيفر مش مشخص، الاسم ايه بقى يا جماعه؟ نان. معلش اكتب لي بين قوسين نان سبيسيفيك. انت مش عارف تشخص ايه بالظبط؟ نان كوزال. يعني انت مش عارف تعرف السبب بتاع الفيفر ايه؟ يقول لك لحد ما تعرف السبب ادي حاجه خافض للحراره. افهمها لك ازاي دي؟ بص عشان برضو تبقى اقرب الصوره شويه عشان الكلمه دي ما تضايقكش. واحد دلوقتي حرارته عاليه. انا اكتشفت ان عنده حرقان شديد في اليورين في البول. طبعا ده معناه ان غالبا عنده التهاب يورينال تراكت انفكشن كويس؟ احسن حاجه هتعملها هذا المريض صح؟ تبدا تعمل له حاجه اسمها مزرعه بول. المزرعه دي كالشر عندهم في المايكرو. الكالشر دي بتطلع نوع البكتيريا واسم الانتي بايوتيك اللي ينفع كويس؟ المشكله فين بقى؟ المريض ده عنده فيفر. انا عايز ابدا له انتي بايوتيك دلوقتي صح؟ لو بدات انتي بايوتيك ما ينفعش اعمل مزرعه. المريض كالشر ما ينفعش دي انتي بايوتيك. فانا افهم ايه؟ يقول لك خلاص ما تديش ما تديش انتي بايوتيك. طب اسيبه كده؟ ادي له انتي بايوتيك. فهمت الانكوزه النصيصيه يعني ايه؟ انا دلوقتي لو مشخص الحاله ايه بالظبط؟ بس انا هدي حاجه علاج السيمتوم لحد ما اشخص. ولذلك هو بيشتغل كسيمتوماتيك. ده قصده سيمتوماتيك تريتمنت اوف فيفر. ويا جماعه فهمت كلامي صح؟ هل معنى كلامي لما يقول لك واحد عنده فيفر اديله انتي بايوتيك وخلاص؟ لا، ده نان كوزال تريتمنت او نان سبيسيفيك. ده مش علاج القاطع، ده علاج اسمه سيمتوماتيك. فهمت ولا لا؟
يعني واحد طفل جاي لدكتور عنده فيبر يقول له اديله حاجه للسخونيه روح يا ماما ينفع؟ لا طبعا يا ابني فين القوز؟ دور على السبب وعالجه الاول. وقلت لي ده معنى كلمه انتي بايوتيك ان هو مش علاج قاطع يعني علاج سيمتوماتيك. خش على انتي انفلاماتوري. انتي انفلاماتوري بيعالج انفلاميشن. خد عنده شويه انفلاميشن زي مين؟ سمعتوا عن حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس. طبعا هو بيستخدم هنا كانتي انفلاماتوري او انالجيز. سمعتوا عن جاود بشروط؟ الجاود ده عامل استخدامه متعدد. روماتيك فيفر لسه خلصنا ما وصلش. التلاته اشتركوا في كلمه واحده، لازم لارج دوز. ثلاثه مش واحد فيهم بس. بص يا سيدي الروماتويد ارثرايتس بتجيب جرعه عاليه عشان يشتغل كانتي انفلاماتوري كمسكن. الجاود ده اجمالي اعلى من 5 جرام صح؟ ليه؟ علشان يعمل يوريك اسيد اكسكريشن والروماتيك فيفر قال له هات الروماتيك فيفر ما وصلش. بص يا ابني انت عارف الروماتيك فيفر في حاجه اسمها اكتيفيتي. اكتيفيتي يعني ايه؟ يعني في دلوقتي اعراض. قول لي زي مثال كده ارثرايتس؟ انتوا عارف ما تحسنوش انت ما تبصوش الكلام ده لسه بشوفه قريب. الروماتيك فيفر في ايتس في ارثرايتس في كاردايتس في روماتيك كوري صح؟ ايوه انا بدي اسبرين ليه بقى؟ اولا اسبرين بيشتغل كانتي بايريتك لهذه الفتاة. انت عارف الارثرايتس دي بيشخصوها ازاي؟ بتبص على الجوينت تلاقي الجوينت ماله؟ هيك اهوت ريد تندر صح الكلام ده؟ وهو مش مؤمن صح؟ يبقى اذا في فيفر اهو الفيفر دي بديها ايه؟ اسبرين كانتي. يبقى هنا بيستخدم في الليف الروماتيك فيفر. معلش الكلمه دي مهمه الروماتيك بيزعل عشان يقلل الفيفر يقلل الحمى. وكمية دكتور كمان اليوم الحصه اللي فاتت يعني الاي اس ار فاكر الاي اس ار؟ مش قلنا الاي اس ار العاليه فالراجل كده بديله اسبرين عشان يقلل الاي اس ار لنورمال ويقلل الليكوسايتوز ويقلل يا جماعه اي انفلاميشن موجوده عندك بالذات الارثرايتس. السؤال بقى ده اقول لك جرعه بس للعلم يعني مش تحفظ جرعه بس تعرفها جرعه الاسبرين في الروماتيك فيفر قد ايه؟ عشان تعرف ان الموضوع حسابه رخم. 6 ل 12 جرام في اليوم لمده 10 ايام عشان دي روجيتا ان شاء الله دي روجيتا. 6 ل 12 جرام في اليوم لمده 10 ايام. طبعا 6 ل 12 جرام احنا اتفقنا ان القرص 500 مللي جرام نص جرام يعني مصر. يعني المفروض الجرعه اقل جرعه كده اقل جرعه 12 قرص في اليوم دي اقل جرعه 12 قرص في اليوم يا جماعه بيتقسموا حوالي على 4 جرعات او ناس قالوا 6 جرعات يعني هتقول الفريشر ده تاخد ايه؟ قرصين كل 4 ساعات. افترى طبعا تقول لي طب وبعدين ما كده ممكن يحصل قرحه في المعده صح؟ ما انت حافظ كده صحيح عارفهم؟ اه عشان ما يحصلش وذلك على فكره الكلام ده يا جماعه للاسف ربنا عارف الجميع يعني بيستمر مع المريض طول اكتيفيتي بس وقت ما الحاله تستقر واقف الاسبرين عشان ما يحصلش ايه مصايب. دي حاله روماتيك فيفر اوعى تنسى. يبقى اذا يا جماعه دوت كده كام انديكيشن؟ ايه؟ في روماتويد ارثرايتس انالجيزيك وانتي باريتيك انتي انفلاماتوريز. لكن هو مش العلاج الاساسي، الروماتويد ارثرايتس بياخد كورتيزون. بس مش ده الاكشن الاساسي بتاعه، لكن هو كمسكن، لان الكورتيزون مش مسكن. كورتيزون هيبقى يشتغل امينو سبريسن. الروماتويد ده هيعمل له على فكره في المذكره دي يمكن الاربع والخميس. ان شاء الله الخميس هتخلص المذكره دي. اشتغل. ما انا بقول لك هو الكورتيزون ده اساسي، حتى لو عايزين يزوده بس لازم يزود الكورتيزون بحيث هو. ماشي يا جماعه يبقى 5 يوزس، 5 يوزس عرفتهم؟ اسمع 5 يوزس كده؟ اسمع اوفر نايت لا 5 5 اسمع 5 يوزس كده؟ انتي فيروتوين انتي فيروتوين جاوبت انتي فيروتوين روماتويد ارثرايتس في الامتحان اشتغل براحتك لان ما تقولش تلاته جنب بعض وايه يا جدع افتح الفرق بين يا جماعه الكتابه في الامتحان بتفرق جدا انت لازم توضح مع طبعا الكلام ده زمان قوي كان بيوضح دلوقتي يا بيه الامتحان اصلا شغل مش تحكي هو عايز معلومتين بس دايما ابقى ايه افرد يعني ما تقومش جنب بعض وتزنق كده يا عم انت بتكتب من بيتك بعدين تعدي زي ده خش على رقم ثلاثه اربعه يستخدم الاسبرين يا جماعه كبروفيلاكتيك لحاجه اسمها ثرومبو امبوليزم الناس عارفه طبعا اسبوسيت صح؟ اسبوسيت ده المفروض يعني الكلام كده رفلي رفلي تعرف الكلام ده بتفاصيله ان شاء الله في البطنه يقول لك اسبوسيت دي للناس فوق 60 سنه او فوق 70 سنه اذا ما كانش عنده ما يمنع ما عندوش قرحه ما عندوش حاجه اسبوسيت بيتاكل عشان يعمل ايه؟ سيوله في الدم يمنع بليتد ايه؟ اجريجيشن يعني يعمل بروفلاكسيس لحاجه اسمها سرونج ده اسمه اسبوسيت اللي هو اسبين سوبر دوز الهايبر تنشن دي قضيه كبيره الهايبر تنشن لو مريض انا اقول لك حاجه في الطب يعني لو مريض ضغطه عالي قوي ما تدوش اسبوسيت دلوقتي ليه؟ بيحصل نزيف في المخ فاهم لانه بيعمل نقل سيول دي حقيقه
هتقولي طب ما يا دكتور اسبوسيد بيقلل جدا ويعمل فاز دايلاتيشن يقلل الضغط. لا ماليش ضغط، مش ده الاكشن بتاعه. هو لو الضغط عالي قوي واحد ضغطه مثلا 220 على 140 دفتر اديله اسبوسيد ليه؟ عشان يعمل نزيف في المخ ممنوع. لكن انا بتكلم ان ضغطه مستقر بروفلاكسز وقايه من طبعا مش بس امراض الثرومبوليزم دي عموما، سواء سيريبرال سواء كاردياك، فاهم؟ اللي هو كرونري كده يعني. اخر حاجه سيمتوماتيك تريتمنت اوف كومن كولد. لو حد عنده ورد يقول لنا يا جماعه ايه اعراض البرد؟ والله سيدي اقول لك انا اوصل لك للعشاء الشوربه حلوه صح؟ ما يقلش يعني صح؟ تعرف يقول لك الجسم كله مكسر ها فيفر ورشح وكلام الاهبل ده مش مشكله، المهم الحاجات العضل الكبيره. طبعا بدي اسميك اي سيمتومات طبعا ساعات هو اي دواء بدي لازم تلاقي فيه واحد من نون ستيرويد، هو باراستامول دلوقتي انضف واحد فيهم بيحطوه بدل اسبرين. ديوزس بتاع اسبرين كلوكال ثم سيستميك، يا ابني اسم المجموعه هو الانديكيشن. انالجيزيك انتيميريتيك انتي انفلاماتوري وبروفلاكسز في الثرومبس وسيمتوماتيك فين؟ في الكومن كود. هات لي بقى المذكره الله يكرمك في ظهرها كده، هنجيب ورقه كده هنقسمها بالعرض بالعرض نصين 10 سايد افكت. انا اللي هكتبه هو اللي هذاكره. اي حاجه في المذكره زايده ناقصه ماليش دعوه، انا اللي هكتبه اللي هذاكره التطبيقين. ايوه بالعرض سايد افكت ايه؟ تكسب مصدر كونترا انديكيشن هيري بالظبط. اتفضل يا فرند هيجننكم في الشارع دي مش عارف. مش عارف هو انا اخده في الشارع دي كان اسمه دوله حاجه دوله زفرانة حاجه. عندكم عيله؟ مش عارف عيلتنا يا ابني عيله عريقه في الفورم يعني. اول حاجه السايد افكت هتمشي ازاي وصاد كونتر ديجيشن. كل سايد افكت تقول وحش استفيد منه امنعه في مره. هما 5 اتش يبقى هما اول حاجه اتش اهو ادي اتش لازم اقول اتش 4 5 وبعدين 6 7 8 9 10 ايه 6 بقى اي بي سي دي الواد ده اهو هينزل ده الواد فاكرينه الواد ده اه ده الواد ده قابل لي 3 مرات في المنهج على فكره في ثالث مره هفكرني بقى اسمها مصطلح اسمه هكتبه عشان اخلص اسمه سلسليزم. فاكر انت سيمكونيزم وايوديزم بتاع الاسبريشن ده اسمه سلسليزم. ايه السلسليزم ده يا سيدي؟ ده اكيد واحد مصري هتفهم دلوقتي اشمعنى الى الاخر السلسليزم ده هيبقى الشخص الاخير. المهم دي سايد افكت اخر واحده هنرسمه طبعا مش هنيجي نشرح خليه نبدا كل سايد افكت نقوله تقول لي انت جبني ايه ونستفيد منه الكونتر ديكيشن ازاي. بص يا سيدي اول سايد افكت اول ده سايد افكت يعني اتش 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 ده هايبر 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 واحده هايبو واحده هيمو يلا خلصوا عشان تحفظوا كده. اول سايد افكت يا دكتور هايبر سنسيتيفيتي ريتش تقول يا الرجي يعني ايوه. وعلى فكره الاسبرين مشهور قوي في الموضوع ده ولك ان تعلم ان الالرجي بتاع الاسبرين وحش بتعمل كلمه اسمها انجيوديم. سمعت الكلمه دي قبل كده؟ انجيوديم يعني ايه يا جماعه؟ انجيوديم وشي ورا وطبعا ده اسمه تايب 1 فاكر؟ وكان في كابتو بريل اللي بيعمل فاكر كابتو بريل؟ ايوه ماشي. وفي ارتكاريا بيقعد يرش هذا سايد افكت رقم واحد اللي اسمه هاي بارسيز. يبقى الكونتر ديكيشن بالمره بقى مين ما ياخدش اسبرين؟ اللي عنده الرجي بس دي قول له يا حاج انت اسبرين عليك حسبنا اسبرين ايوه يا دكتور يبقى ممنوع تاخد اسبرين او مشتقاته. يبقى ده اول سايد افكت والكونتر انديكيشن. رقم اثنين مهم جدا للغايه هايبر اسيديتي. ركز معايا الهايبر اسيديتي يا جماعه قصتها ايه؟
طبعا المره اللي فاتت وقفنا عند الجي اي تي وقلنا ان الاسبرين بيزود اتش سي ال وبيقلل ميوكس بيقلل بايكاربونيت وبيقلل بروستاجلاند فبيحصل ألزر صح؟ طيب بس دي بتعمل ايه الزريشن؟ على طول بقى ونخلص. الزريشن ده ايه ممكن يعمل ايه؟ ده كده سايد افكت. يبقى يا سايد افكت الكمبيوتر ده مهم جدا. هايبر اسيدتي تعمل الزريشن وتعمل بليد. مين ما ياخدش اسبرين يا اخوانا؟ لا وخد كمان اسبرين يتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يبقى كونتر ديكيشن ايه؟ قبل الفول. يبقى اذا الاثنين بلاش قيمه كده. كونتر ديكيشن هنا في البيبتيك ارسل ممنوع ياخد مورفين. قبل الفول ولا مش قبل الفول؟ يا شباب ممنوع ياخد اسبرين. وكمان ممنوع بي فور مين؟ واحد صاحي من النوم عنده صداع. خلي الكلام الانجليزي ده. راح جري على الاسبرين اوعى. اوعى هيجي لك قرح. امال اعمل ايه؟ هتشوف بقى الحصه القادمه، الحصه القادمه هيبقى اولها اهم دراج فيهم. وبيحبوه في الامتحان قوي اللي هو باراستامول. الحصه الجايه دي هتفهم بقى باراستامول دي قصته ايه. لو صاحي منهم عندك صداع خد باراستامول، يبقى انت خدت طول وتفهم. ماشي يبقى هايبر اسيدتي معاك السريشن معاك ليدنج، ده سايد افكت. كونتر انديكيشن ممنوع في البيرتك السر، ممنوع بيفور مين. ماشي الثالثه يا بيه هايبر يوريسيمي. حد يعرف يعني هايبر يوريسيمي؟ الكلام ده يحصل عندي جرعه اسمه يبقى كونتر انديكيشن اسمه ايه يا جماعه؟ كونتر ديكيشن اسمه ايه؟ جاوز اذا كان الدرج بسمول دوز. بس شكرا. يبقى دول ثلاثه هايبر ودول كونتر ديكيشن. يبقى تاني وانت بتحس هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو الرجي تايب 1 انجيوتين. يبقى ممنوع في الرجي. رقم اثنين هايبر اسيديتي بتعمل السر وبتعمل بليدنج. ممنوع في البيبتك السر ممنوع بيفور مين. رقم ثلاثه هايبر يوريسيميا. وبالتالي طبعا يا جماعه ممنوع في الجو كان اسمه دوس. متفقين؟ رقم اربعه هايبو بروثرومبينين. الكلمه دي قلناها المره اللي فاتت. البروثرومبين الكواجريشن فاكتور رقم اثنين بيبدا يقل. لان طبعا انت عارف اسبرين بيعمل اكشن زي الوارفارين كده. بيمنع فاكتور رقم اثنين سبعه تسعه 10. وهايبو بروثرومبينين في الطب يعني ايه؟ بليدنج تندنسي. بليدنج يعني يا جماعه المره دي يخش في اي قابليه لذيذه. هنا بقى الموضوع اتفتح ليه؟ مين اللي ما ياخدش اسبرين؟ اي مريض يندرج تحت هاي بليدنج تندنس. ودي بقى في الطب كتير قوي. اللي بينهم مريض الكبد اللي احنا سالناه شويه. يبقى هنا رقم اربعه كونترا انديكيشن هنا بليدنج تندنس. طب دي الكلمه دي كبيره قوي. يعني ايه؟ يعني انت كده بتريح حد قدامك. قول له اي حد عنده قابليه لذيذه. يقول لك طب سمي لي واحد. سمعت عباره دي اسمه هيموفيليا؟ وادي له دي رساله اهو مثلا هيموفيليا. طب سمعتوا على الكبد؟ الليفر ديزيز؟ او ليفر ديزيز. بلاش ده. وانت معلش انا هقول لك ثلاثه اللي انت مطالب بيهم يعني. واحد داخل عمليه جراحيه خلال ايام اسبوع بس ينفع ياخد اسبرين؟ ليه؟ عمليه يعني جراحه يعني في ايه؟ في نزيف. وبالتالي بيفور او كمان برضه ده عن البليد. لو قلت لك كود اديكيشن ثلاثه حبيش جوه بيفور اوبريشن. ما ينفعش يا جماعه واحد يعمل عمليه جراحيه ويكون ياخد اسبرين لحد اخر يوم ويقول لها هيحصل بليدنج. وبالتالي وعلى فكره في كتير قوي في الطب. بس احنا مضطرين بس نعرف تدرك. يبقى بليدنج تندنسي كلمه كبيره تشتمل اي مريض عنده قابليه لذيذه. واحد لسه اصلا عمل جرح او خد جرح قريب والجرح ده ممكن ينزف. واحد مثلا عنده بيبتك السر بتنزف فاهم. واحد عنده بليدنج اقل من 100,000 هتبدا تفتح بقى. ده اسمه بليدنج تندنسي. يبقى دي اسمها هايبو بروسيس. اخر حاجه اقول لك فكرك هيموليسيز في حاله اسمها جي 6 كده؟ جي 6 دي ايه؟ ديفيشنسي. ودي ممنوع فين يا جماعه؟ في الفافيزم. في الفافيزم اللي عندهم فافيزم او جي 6 ديفيشنسي امنع عنهم اسبرين باسم. خمسه اتش يا شبابنا سايد افكت دون كونترا ديكيشن. سمعوا وانت قاعد. احنا معلش انا بتبذل مجهود دلوقتي تكتبهم ان شاء الله تحفظهم. احسن موجودين في هم نفس اللي في الكتاب بس ترتيب كده ايه؟ اظهر. مش دعوه مذكره مذكره انا كده جنبي دلوقتي. يبقى الخمسه اتش هايبر سنسيتيفيتي هايبر يوريسيميا مع السمول دوز هايبر اسيديتي تعمل السر وبليدنج هايبو بروثرومبينيميا يعني بليدنج و هيموليسيس ان جي 6 اللي دي ديفيشنس. ده كده خمسه اللي هي اتش. بعد كده سي ستيلي ايه؟ انالجيزيك نفروباس. عارفها؟ يعني ايه؟ كده بتبوظ ليه؟
الكلى باظت، الكلى باظت ليه؟ بني على بروستا جلاندين. ايوه مين اللي اشتغل لوحده؟ اجيتين زي تعمل غاز وايه بروستيش. وزي ما بقول لك اللي عنده مشاكل في الكلى قول له علاج والله كده. يبقى كونترا انديكيشن في الرينال امبيرمنت. اللي عنده خلل بسيط في الكلى يا جماعه لو خد اسبرين ممكن يحصل فشل كلوي حاد يستدعي الغسيل الان. خلي بالك من دي، الواحد والله بجد واحد يكون ياما ناس فجأة كده بدون مقدمات رايح مستشفى يعمل تحليل كده، بيعملوا روتين يعني، بيعملوا تحليل كده لو الكرياتين بتاعه مثلا 80. حاج تعمل كده عمري. ايه الاخبار؟ ما اعرفش. تقعد تدور وراه هتلاقي وراه موسيقى، الدواء مش عارف ايه، ممكن تلاقي ازمه. فقلت له يا جماعه انا اي واحد عنده ريال بيرميت كرياتينه عالي قول له بعد. بري برونكوس باز، قول لي ليه يحصل برونكوس باز يا جماعه من اسبرين؟ ايه في الكوكس؟ ايه في الكوكس؟ فمين اللي بيشتغل؟ الكوكس بيعمل ليكوا ايه؟ تراين. ايه يا شباب؟ ايه اللي بيزود ليكوا تراين؟ يبقى ممنوع في مرض اسمه برونكا ايه؟ ها؟ هزم. اللي نايم يصحى في 8. 8 دي يا ابني في الامتحان اصلا بيقعد يسالك عشان يسمع منك رقم 8 دي. كل اللي بتقوله ده يقول لك جدع جدع. عارف جدع دي يعني ايه؟ في انا هو عايز يتعمل في شغل تعبير ماشي على حاجه معينه. قلتها له ينبسط قوي. قلت له 20 حاجه مش هي ولا في حاجه كده لحد ما اقولها من الاخر. الله عارف انت ايه دي ده؟ لو انت بدات دي انت كده قفلت. تشيلدرن ويز تشيكن بوكس. سمعت تشيكن بوكس؟ جودري. جودري سمعت عن جودري او جودي. انتوا عارفين تشيكن بوكس او فاريسيلا؟ عارفين فاريسيلا؟ المهم ده فيروس. انت لسه خدت فيرولوجي في المايكرو لسه؟ خدنا بكتيريا. ده كله كان انتروداكشن؟ طيب المهم ان شاء الله ربنا يوفقك وعيك على خير وتخش في معمعة الفيرولوجي تاخد تشيكن بوكس فيروس. تشيكن بوكس ده اللي هو بيسموه جودي او جودي ده بيبقى ايه؟ مهم يعني بيبقى مرضه فيفر. ولذلك ابع الطفل الصغير اللي عنده جودي وجاي لك واديته اسبرين يا دكتور. اولا عشان برضو ما نظلمش ساعات في ناس بتنفي هو الكلام اللي هيحصل ده بيحصل قريب بس انت عارف حظك انت عارف. فممكن تكون انت هذا الشخص اللي عنده دلوقتي راجل في امتياز والله يا ما عملت حاجه ده انا قاعد في الاستقبال عادي لقيت واحد صغير عنده حمى مامته جايه بتقول لي الله كده تجيب له اي حاجه فبدي له حقنه اسباجيك اللي هي اسبرين الولد راح فيها طبعا انت ايه طبعا ربنا يعافي الجميع يعني تقعد يقول لك يا ابني انت ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ده اسمه ريز سندروم. ايه بقى القصه؟ نقولها بقى في الثانيه دي والله كده كراك وتعلم حاجه يا ابني الجبن في الطب سيد لك والله في الطب ايوه تبقى دكتور بتشتغل الجبن سيد لك ليه؟ الشجاعه هتقول ايه انا في ناس عاملة كده داخله كده وزبني انا هشتغل والله ويقعد يوصف ومش عارف ايه هتعالج 99 مريض هينفدوا من تحت يعني يعيشوا واحد يموت ولا واحد يموت ده حرام صح؟ هو كده كده ربنا هيوفقك وهيموت تحت ايدك ناس والله ما هزار يا جماعه هو بص هو جاي يموت كده كده انت اذا بقول كان قدامه تك انت تكت بس ما تبقاش انت عمال بقى الله ينور يعني واحد صدق دي وفي ناس والله ما بتهدش يعني ما بتهدش يا ابني انت لسه خلاص الله يرحمه اللي معاه الله يرحمه وحش اكمل الدسته عارف ده عيب مني ولا عيب من اخر لا على فكره اقسم بربي احنا في الاول اللي اول اشتغل كان في تسليم في حاجه اسمها تسليم نوطشيه تسليم نوطشيه ده الدكتور انت ايه اكبر امبارح خمسه دي بس الكبشه ده الاول يعني بقى خمسه لايت ففي واحد زميلنا في يوم العدد وصل خمسه ده كان الرقم القياسي اللي احنا شفناه قدامنا واحد وصل لسبعه والله سبع حالات وفيات في مايك اخوك ابو جبل وعامل الباب وعد عادي في المستشفى يعني سبعه في واحد طبعا هو بص هو ملوش ذنب بس طبعا منظره ده بنسي كل ما يجي لي بيموت يا دكتور ريكورد بتاعك كمان انا كان خمسه ماكسيموم قتلت خمسه؟ لا مش قتلتهم هم اللي ماتوا تعالى احنا احسن ناس دول بقاء لله ودايما كنا حاسين كده اتعلم ايه؟ اما يروح يجي دي عايز يشيل فعلان تقول له مستعد انت بتعرف تقف في التوبس حالك موت صح؟ تعالى يا سيدي شخص هو ده شخص بقى طب مش هزار بجد انت خلاص المشكله بقى ازاي تقول اهلي؟ فتعلم اللي تحتك كده علم لهم قلت اهلي خلاص يلا بعد كده بقى اصعب حاله في الطب واحد بيموت انت اول حلقه بتاكل فكل حاجه واحد جاي بتهون
يعني بقى لو حصل مضاعفات يعني انا الكلام ده مش عشان اقوله انت دماغ عشان يتجرع فاهم فيخش ما يموش اذا كان مع مات مع واحد اللي بعدين في مضاعفات هيشتغل ده الخوف فيه المهم الله يكرمك الاطفال بالذات يبعد الكبار اللي بيموت هو مثلا عجوز وعنده مرض عادي كده ما يجيش وقت طفل صغير اعتقد لك الله فتشف من ده الاولاني بتاعي يا لا هيموت هيموت الشيلدرن ويز تشيكن بوكس ده دول انا مش عارف تشيكن بوكس عشان كده في الفارما يا ابني في كتب فارما قال عشان العيال مش عارفه اي طفل ابعد عنه بس التشيكن بوكس شيلدرن في التشيكن بوكس بيحصل كلمه اسمها اهي كمان عايزها ايه ريز سندروم ريز مش ليز عيال ريز سندروم ريز سندروم ده عباره عن ايه طبعا ريدا الراجل اللي عمله اكتشف يعني بيسميه ريز سندروم ده عباره عن ايه بيحصل للطفل ربنا يعافينا كلمتين ومش محتاجين ثالثه فيتال شفت حتى ولا في ده عشان فيتال هيباتو توكسيستي كده بيدمر يا جماعه فيتال هيباتو توكسيستي وكلمه ثانيه اسمها انكيفالوباسي عارفين هيباتو توكسيستي طبعا هيباتو توكسيستي يعني كده بيدمر وهذا بيسموه زمان في الفارما ايديوسينكراسي هو تقول لك كده الضعيف مش على الدكتور هو رير ما بيحصل بس انت ما خدتش احتياطك طبعا الهيباتوكسيستي والانكفالوس يعني كفال يعني كفال على المخ بس يعني دامج يعني بريد دامج طبعا مش عايز اقول بقى لسه بقى اذا يا جماعه الله يكرمك اذا طفل صغير اقول لك هو ولا تشيكن ولا تشيكن طفل صغير يا ابني قول له على طول حول كونترا انديكيت يعني بقى الشيلدرن اقل من 10 سنين قول له ابعد عن يا ابني ليه بقى السؤال ده مهم جدا للغايه يقول لك يا ابني اسبرين ليه ما يستخدمش في الاطفال اقل من 10 سنين نسأله 12 مش مشكله 10 ليه ما يستخدمش في الاطفال اقل من 10 سنين هتقول له يا بيه علشان تو افويد حاجه اسمها ريس سندروم يقول لك عباره عن ايه بقى تقول له ده الرجيك رياكشن او ايديوسينكراتيك رياكشن بالمعنى يعني بيحصل فيه تلهيبات وتوكسيستي وانكيفالوباسي بتحصل مع الاطفال عندهم تشيكن بوكس انا عشان كده اي طفل قال من 10 سنين ايه ما تعملش هتقول لي طب امال بيديهم الحراره برافو برا اسطى بتاع الحصه الجايه ماشي يبقى ده السمبر القدام ده يا جماعه ليه سندروم طيب رقم 9 يلا يلا شد شويه ديلي 9 ديلي ليه برضه خلاص يا وحش ديلي ليه برضه يعني واحده حامل بص بص السهله دي واحده حامل جالها طالع الوجع صح وهي مش قادره تصرف في اي حاجه لحد ما ولد فما حد مش فاهم قامت ده ايه اسبرين كمسكن يحصل ايه مش هتقول ليه ديلي ليه برضه ريلاكس اليوترس قلت لي ديلي ليه دي المشكله رقم واحد جنبها كمان معلش تيراتوجينيستي شوفوا في جنين لك ان تعلم يا بيه ان الاسبرين اثناء الحمل بيعمل تشوه اسمه ايه؟ كان تكتب في الامبريولوجي حاجه اسمها في اس سي دي وايه اس دي؟ فنتريكولار سيبتال ديفيكت وايه سيبتال ديفيكت؟ عشان كده تعالى نسميها سيبتال ديفيكت خالص سيبتال ديفيكت يعني ثقب في القلب انت عارف الناس برضو اللي مش فاكر يا شباب انت عندك في سيبتم بين اثنين اتريوم واثنين فنتريكل لما يحصل فيها ثقب اسمه ديفكت كده بيسموه في اس دي ده كده اسمه كونجينيتال اكيد هم خدوا اسمنا مش عارف ماشي يبقى الموضوع فين يا جماعه يلا جماعه يلا احنا خلصنا اهو كونتر انديكيشن ان بريجنانسي ها لا لسه بريجنانسي بس ايه لسه وليبر ولاكتيشن لا هو حامل رضاعه ولاده بعيد عن الله كده بريجنانسي ليبر لاكتيشن طبعا كل ده على فكره مسكنات المورفين مشترك مع الاسبرين في بعض الكونترا انديكيشن كتير يا برونك الازمة يا بدوش عندك يا سيدي الليبر ما تاخدش ازمة ولا مورفين طب وبعدين ماليش دواء كده والناس اللي عندهم كبد بلاش الناس اللي عند فاهم ففي كده في ناس كده لا ينفع لهم اسبرين ولا ينفع لهم مورفين هيموتوا يعني ايه ده ان شاء الله المره الجايه في دواء الوحيد اللي قاعد يقول لك ايه انا قاعد مستني اي حد عايز مسكن ما ينفعلوش اللي فات ولا موجود وازاي كده ده ما رضيتش اقول الحصه دي هو مش هاخد وقت طويل بس ده مهم ما تنساوش انا انه باراستامول اول حصه الجايه اللي هيتاخر هو حر ما يجيش لان اول حصه باراستامول ده اهم حاجه في الحصه بعديها هيبقى ادويه كده على السريع لكن باراستامول اهم واحد فالمهم ده كده اخر سايد افكت تفلوريس ولس اخر سايد افكت رقم 10 ارسم هذا الشخص سالسيليزم ايه بقى قصه السالسيليزم؟ سالسيليزم يا ابني واحد في مصر
واحد مصري مثلا وانت عارف احنا عندنا بنجامل بعض بايه دلوقتي بالاسبري يعني زمان في الاسبري ماشي انا غلبان على عندي حاجه مش هنجيب فاسبري دلوقتي والله في ناس كده يعني انا اصفر مره وريت تكتيك اصفر قرحه في المعده عمل منظار كان جاي بينزل تم والله هو موظف وزميله جاي يزوره والله انا قفشته لو عمري ما انساه لقيت ايه اه بيقول لقيته والله مش بيقول انا عندي صداع المريض فوالله تاني طلع له ليفو عشان ليفو الاخضر يعني هو في المستشفى الراجل اللي جاي يزوره المستشفى مروحش فقول له بقول له يا دكتور معلش في زميلي بس اداني قرص فقلت اساله فبص ايه ده ريفو انا اشوف الادب والاخلاق اتقلبوا ايه وازاي ومش عارف ايه انا هصر والتمريض فين ده راجل ده لو خد قرص واحد من دول ولا قرص واحد بس كان هيلاع على طول انا رايح هيروح يبقى هو عمل ايه فبالتالي يا جماعه هي مشكلة في مصر كده الدوله الحمد لله في ثقافه دلوقتي ولا ايه يعني هو قاعد يعني لك الباقي 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 ريفو فاكر دي فالناس ماشيه ريفو ده كده يقول لك ده الدكتور الدوري باين وناس يقول لك ايه ده بيزود السيوله ده مفيد كوت ويقعدوا كده كل حتى بيزود يقول ده كانت ايه كوت كوت سلسله ازيك يا جماعه سلسله اسمع بقى شكل المريض لما ياخد سلسله اسمه فتره اهو ودانه مش طبعا مش تكبر بس حد فاهم غلط بيسموها التيني تص تيني تص يعني ايه؟ في زنه في الودان في صوت زنه في الودان اه وبعد كده وقت لي بقى وبقى تحت بقى طبعا سيبه تاني ما هو انا برسوم حلو اهو يبقى تيني تص ودانه بعد كده في نوسيا وفوميتنج هاتوا من بقه كده وبعد كده بقى فيه هتلاقي ايه هايبر فنتيليشن تابعين ايه؟ بلار ديفيش زجلله عارفين زجلله؟ تاب دماغه وصداع يقول لك يا بيه انا باخد اسمين دلوقتي واصدع اقول له ايوه انه سلسليز ايه سلسليز بتاع دي كورونيك توكسيستي انت اكيد بقى اسبرين بقى بتاخد بقى فتره اسبرين اذا يا جماعه السايد افكت اللي هم 10 دول لهم اسم ثاني في الامتحان معلش تجيب سايد افكت فوق صح تساوي كورونيك توكسيستي انا لك يا ابن حلال انا عايز اعراض الكورونيك توكسيستي هي السايد افكت عشان بس ننجز وطبعا كل سايد افكت بيطلع لك كونتر انديكيشن حد يقول لهم اسم بس عشان اللي بعديها حد يقول لي اسمك عشان اطمن هايبر 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 سنسيتيفيتي رياكشن هايبر اسيديتي هايبر يوريسيميا كمل هايبو بروثرومبينيميا هيمو هيموليسيس ان جي 6 بي دي ايه انرجيك ديفروكس بي روكس مان سي ان تشيك الله يكرمك في تايب بي اتشيلد واز تشيك ان بوكس بس اوف يومين ريس صدره وليس ده عباره عن ايه يا جماعه؟ فيتال هيبات توكسيستي وانكيفالوباسي طبعا انكيفالوباسي برين ديس او برين دامج والاثنين مع بعض ده لا قدر الله فيتال المهم دي كفايه الكلمه فذلك ممنوع في الاطفال بقى يجي عندنا اخر كلمه اللي هي ديلي ليبر وتراتوجينيستي وسلسليزم يا بيه الانسان بيحصل له اعراض دي بيبقى مصدع دايما وعنده زجلاله ودانه بتزن يبقى لا اسبرين بقى ده كده حاجه اسمها سايد افكت وكرونيك توكسيستي وكونترا انديكيشن في العلاج يا رب تحفظهم زي ده لسه ده يا استاذ كلمتين اكيوت توكسيستي وباسبرين يلا هات هات مذكرة خلاص يا رب ادوني ان شاء الله 5 دقائق خلاص كونترا انديكيشن كونترا انديكيشن 10 ده هنا 13 هو هنا كرونيكيوز 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 يعني مفيش واحد ما ينفعش واحد ينزل يشرب ميه بص يا جماعه تعال نتكلم عن حاله اسمها اكيوت توكسيستي قول لنا الحصه بتاعه مفيش اكيوت توكسيستي يعني يا جماعه اكيوت توكسيستي يعني ايه واحد يعني هو واحد اخذ اوفر دوز مره عايز عايز يتحت انا طبعا عارف ان انتوا بتفكروا في الغدر يا عيال يا عيال بص الكليه مش بتستاهل يعني حاجه انت عامل عليك مذاكره وتولع وعلى رايك صحيح احنا ربنا يستر داخلين على العيال سوس الله ربنا يستر انا سمعت ان في ضرب حصل صح؟ في ناس في فراخ اتذبح المهم ربنا يستر يا عيال بس خليك في اللحظه دي مش هتبقى ما تلحقش الامتحانات ما تقعدش تشيل هم الدنيا انت عارف هتكون ازاي؟ ايه وفاه كبر ذاكر وخلاص بص اسمعوا بقى عشان نطلع انتوا عجبكم الموضوع ولا ايه؟ بص معايا ابيوت توكسيستي اللي هو اوفر دوز اوفر دوز مره اللي عايز يشتري يعني يروح النهارده الصيدليه يشتري ب 5 جنيه ازاي عشان يمتحن بذمه يعني ويا ياخدهم ياخد ازمته مره واحده اه صح يعني هو ورا بعض يسمي الله ديك ديك ورا بعض ايوه يا
بيتباعوا هو بيكبر اكتر من 12 جرام في اليوم. 12 جرام دي لو قلنا على قرص 500 يبقى حوالي 24، لو قرص 300 يبقى حوالي 30. المهم انت يعني انت خايف من اكيد. بص بقى ايه المانيفيستيشن، ايه التريتمنت، الانتراكشن عادي نمشي. اسمع زود 4 دوز ل 6 مرات. ايوه بس دي بتتاكدش مره واحده، بتقسم على الجرعه عشان كده بقول لك مره واحده دي قصدي. بص يا سيدي بقى انت هتعمل ايه؟ طبعا هيحصل ايه؟ اعراض الاعراض بتاعك اللي هيبان عليه ايه؟ اسمع هايبر 7 هايبر واثنين هايبر يبقى 9، ناقص لك واحد يبقى 10، 10 مانيفيستيشن ويموت بيفهم. 7 هايبر اهي واحد ثاني ثاني اثنين لا هم موجودين عندك على بيت علم انت بس بس هم متفقين في الرقمات وديس كوزو ديسو ديس ان شاء الله دي رقم 10 وسببها ايه؟ ده سؤال مهم جدا. بص يا سيدي اولا هايبر هايبر 7 هايبر بقى نعدهم هايبر ايه؟ قول اي هايبر فيه؟ جشو اكتب يا ابني هايبر اسيتي الاول اللي هي بتاع الانسريشن طبعا هايبر اسيت ليه انسريش هم ممكن ولا فين ابرنت هايبر فينتليش ده هايبر فينتليش يا سلام ريسبيراتوري سنتر ايه استيموليش تعال الاستيموليش السنتر احسن مش عارف يعمل هايبر فينتليش ده بيبدا في سوق يعلى وطبعا ده بيخش لنا في مسارنا بعد كده يا سيدي عندنا هايبر ايه كمان قول اي حاجه هايبر جلايسيميا عارفها عشان مين اللي بيطلع من الاجنب ده الله ادرينالين هايبر سيرميا او بايركسيا ليه حضرتك تعلم الكابلنج بتاع اكسيديت الفوسفوليشن وده بيحرق عينيه يبقى اكيد بيعرق يبقى اسمها هايبر هيدروز اللي هي سويتنج يعني هايبر هيدروز يعني اكسيب سويتنج السويتنج عنده زياده بيعرق كتير. واحد يقول لي ايه المشكله بيعرق يعني يحصل له يفقد فلويد يعني يحصل دي ايه يا جماعه دي دي هايدريشن ماشي ادي كام ساعه كام كده لسه ادي 1 2 3 4 5 ناقص لك هايبر اكزايتابيليتي يعني كونفرجن هايبر اكزايتابيليتي يا جماعه عشان تذاكر الامتحان كونفرجن وهايبر ريفليكسيا 7 هايبر اهو ربنا يوفق ان شاء الله هايبر اسيديتي هايبر فنتيليشن هايبر جلايسيميا هايبر سيرميا مع هايدروزيس يعني طبعا الميه بتطلع سويتنج كتير معانا هايبر اكزاجريت اللي هي كونفرجن وهايبر ريفلكسيا على فكره مش دوت كوز اوف ديس هم طبعا كلهم مصايب بس مش ده اللي بيموت خش على الاثنين هايبر الاول في هايبوتنشن على فكره عايز حد يجي يقول لي هايبوتنشن ليه؟ لابس من الغابه دي باظ ووتر سنتر ايه ها ديبريشن وفي هايبو بوروس رومبينيم ايه هايبو بوروس رومبينيم دي؟ هايبو بوروس رومبينيم يا شباب يعني انت بليدنج يعني بينزل انت بيقعد ينزل في الجول من اي حته وبرده طبعا اسباب الوفاه كده ممكن تبقى كتير بس المين كوز اوف ديس اللي هو رقم 10 بقى بيموت ليه؟ ريسبيراتوري باراليسيز على فكره احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان اللارج دوز بتعمل سنتر استيموليشن صح؟ لكن التوكسيك دوز بتعمل لها باراليسيز لما يحصل يا جماعه ريسبيراتوري سنتر باراليسيز هو ده اللي بيعمل يا جماعه ديس دي قصة المريض السيمتوم او المانيفستيشن بتاعته لحد ما يموت. 7 هايبر 2 هايبو ويموت بسبب ريسبيراتوريز. السؤال بقى فاكر المورفين؟ المورفين لما كان بيحصل هايبو كنت بعالجه بانتيدوت اسمه ايه يا شبابنا؟ مورفين نالوكزون نالوكزون اما هنا مفيش انتيدوت بس يعني بلاش مش هيلحق يبقى هنا عنده وقت علم عليها نو انتيدوت يعني قلتم بقى ده يا جماعه والله انا بقول اللي بيفكر بنساعده امال هعمل ايه بيه؟ اعتمد بقى على الله ثم مجهودك اديك على الله يعني اعمل ايه؟ بص بقى غسيل معده صوديوم ده طبعا بعمل غسيل لافاج بحط عليه صوديوم بايكارب صوديوم بايكارب ده عشان يمنع الابزوربشن ادي له حقنه صوديوم بايكارب ليه؟ عشان تبع الكالانيول فلما اعمل الكالانيول اعمل ايه؟ ازود اكسكريشن يعني بمنع الابزوربشن وازود اكسكريشن وبعد كده كل سيمتوم تقابلك عليك خلي بالك اصل في حاجه تعديك دلوقتي حرارته عاليه له اسبرين يا جدعان. لا مش هدي انا مش هدي اسبرين مين؟ هو واخد كتير. لا لا هات له بقى ايه؟ هات له برامول، احنا هنهزر. لا يا ابني كلم مداد بس. اللي هيفيبر هنا اخرها معاك كم مداد هتجيب له ما هو خد العلاج كله.
خلاص الصيدلية هو التاني ده اخره كولد فومنتيش كمالات بس. طيب الولد عنده ايه؟ قول لي شويه اعراض يلا. عنده ديهايدريشن صح؟ دي ديهايدريشن سويتنج اهو. عارفين محل ايه؟ دي فليفر. عنده بليدنج دي فيتامين كي. ايه؟ اي حاجه تقابلك عليها سيمتوماتيك تريتمنت. وان شاء الله لو الموضوع فشل قول له هيمودايليسيس. عارفين هيمودايليسيس اللي هو ايه؟ غسيل كده. يعني هيخش على مكنه غسيل ويضطر يعيش ولا لا. وقلت لك يا جماعه اكيوت توكسيستي دي وهتنساها. المورفين كان هايبو وبيريح. وعنده نالوكسون هنا الغازلين اسوأ من المورفين كاوفر دوز ماشي. احنا الكرونيك مش عايزين كونترا انديكيشن مش عايزين ايه؟ احنا خلصناها. عايزين بقى اخر كلمه عندك في الصفحه كون انتر اكشن ونمشي خلاص. ثلاث اربع كلمات بس انتر اكشن. ويا جماعه الله يكرمكم في ناس عارفه بس انتوا اتاخرتوا. انا الناس عشان عندهم سيكشن عايز تبدا 15 تعالى 10 ونص. لا لو انا 11 لربع هخلص 12 بس تعالى انت خش على الانتراكشن. واحد الاسبرين السلسلين سبليس مين؟ اورال اورال فاكر؟ اورال هايبوجلايسيميك اورال بلازما يحصل ايه؟ لا اورال تبارلز يبقى مين؟ طب اورال هايبوجلايسيميك هايبوجلايسيميك يعني اكديه ميت وكديه ميت. لو بياخد وارفارين اسبرين هيحل محله يموت بليد. طب لو بياخد قرار هايبوغلايسيميا السكر الغاز السكر امريل والكلام ده يا اصل الله هايبوغلايسيميا يروح برضه. خلاص يبقى اول حاجه ديسبريس هيبقى رسم رقم اثنين. انت عارف ان السمول دوز بتاع الاسبرين يا جماعه بتضد الاكشن بتاع يوريكوزوريك. ايه يوريكوزوريك دي؟ لانها بتعمل اكسيد ايه؟ ريتينشن. مش مهم اسمها دلوقتي لان هتجي لنا ان شاء الله في المذكره دي في الاكاديمي. يبقى بقول لك كومبيت ويز يوريكوزوريك دراج. رقم ثلاثة مكتوب عندك رقم ثلاثة ايه؟ اللي هو فاكر زمان صفر زائد واحد اكبر من واحد؟ بوتنشيش. حتى كنا بنقول ايه؟ بيشرب مع الاسبرين او البارامول كوبايه شاي كافيين بيعمل ايه؟ بيعمل لا بوتنشيش. فهنا هنا اسمه باربيتوريت. تعالى بقى باربيتوريت ده مش مسكن فعليك كده مش مسكن بالعربي. باربيتوريت اللي مش مسكن ده لما يتاخد مع اسبرين المسكن بوتنشيت. يعني ايه بوتنشيت؟ بيزود انرجيزك اكشن بتاعه. ناقص لك واحده بتاعها نشطب. بيضرب لك نشطب. بيضرب لك نشطبها. هات لي اخر واحد. واحد يا جماعه جمع اسوء حاجتين في الدنيا. الناس بتجي لها كرحه في مصر ايه؟ من اسبرين؟ طب بره مصر في الدول الاوروبيه بجد؟ خدت انت الاثنين مع بعض. بس اجنبي طبعا الكحول مع اسبرين او لا قصدك ناس تقول احسن الترنيشن يا جماعه ماشي. في ده اسمه ضايف فلونيزال. ده فلونيزال ده ايه اسمه كده؟ ده فلونيزال ده ايه؟